يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. صحيت من نومي مبسوط وناسي همومي، صحيت من نومي والليلة حظبط أموري. الحمد لله لقيت مواصلات ومرق تلفوني وقاعد جنب الشباك، في ساعة طويلة قام به وبالظلام خطف تلفوني أنا هسي محتاج. اتأخرت شديد الزحمة في التقاطع وما في تنظيم، وده قاطع إشارة وده بشكل في الكبير، القوة في الاحترام وما بالإيد. اتأخرت شديد زحمة في التقاطع وما في تنظيم، وده قاطع إشارة وده بشكل في الكبير، القوة في الاحترام وما بالإيد. سقوف طويلة إلا بواسطك أمورك كلها. يا زهد بيدي بالك بوليك عجيب زهد، ثلاثة ساعات عمليهم ما تجد كندار تجيهم السد مروي أكان جيت أجاب زهد. ما أنا أخوك التام مالك بتنضم برا ما عمليهم أخوك يا أخي، الكهرباء فصلت قلت نمشي بليك كهربجي يتسلط عليه زي الشيطان، قال لي انا عندي صاحبي كهربجي شاطر. وينو هسي؟ ليه ثلاث ساعات ما جا. بعدين نزع عليك يا فضيله. هي انت العنقريب الحباب اللي لي وين؟ هيا فضيله انا ما كلمتك. اقسم بالله تكون بعت لي ناس الخرد اخسرك. فضيل خرد شنو؟ اصبر ان احدثك. ما تحدثيني تحدثيني بايش نازل؟ العنقريب ده هديه من الوالد الله يرحمه وعزيز علي الشديد، انا ابغى افرج فيه. قال لي لها فضيل عند علي ود بدور. وعلي ود بدور علاقته شنو بالعنقريب الهباب ده؟ انت تكتفوه بالحبل ولا شنو؟ لا لا فضيل ما جات بدور هنا وشالت العنقريب للحنه. لا لا يا اخي والله قلنا دي مصيبه شنو يعني، الكهرباء تقطع والعنقريب يشيله ملي ويطير تاني ما يجي شنو لازم اعرف. وانا اكلمك كمان اها شال الشالك المورد يا راجل. ايا وشبشبك الابيض يا زول والله سبحان الله. انت العروس دي دارينا ليه علي ود بدور والله داري عريسها فضيل فضيل. اجار لاجار اخوان اجار لاجار اجرك هالكلب. خلاص انا امشي شيل كرسي البلاستيك ده قبل بدور دي تجي تشيله. علي بطلك علي بطلك، انت زول اخوي والشغله دي انا جايبه ليك. واقول لك كلام، انا احساسي الامني فيك كله كله مخيب، اصلا مخيب احساسي الامني فيك يا زول يا زول. الشغله دي مجيبه ثابته حبيبي. لا شو ذا من ليه ده جاب ليه ولد ونحن ما عارفين ولا شنو؟ حول ولا قوة. أنا ما تطني برا حتى أنا ما لقيت طوالي مخلوعة وجايت كورك في شنو؟ عليك الله فضيل بقعد تقعد تتلفت كذي ورح ساعدني. أساعدك في شنو؟ ورح لي معايا الملايات دي خطيهن فوق السرير. وديها الغسال؟ غسال شنو فضيل؟ وديها الناس بدور. يا أخي الله يقطع بدور، واليوم اللمانة في جيرة بدور دي يا أخي كان نقلت البيت كله عندها يا أخي. فضيل؟ أي الناس بالناس. يا زلمة بلا ناس بلا أنا ناس بلا قمري بلا دباش معاك يا أخي عليك الله. قلت شنو؟ قلت لك خلاص إن شاء الله أنت أمشي قدامنا بالحقي. خلاص ما تتأخر علي. أي لا لا ما تأخر. هو بدور ده جاته قلت ملايات ما عنده وستاير ما عنده، معرس زينا عرس على حسابنا. راح يا زول راح عندك ام الرسنة بقى ينضم برا. راح الكبير يوسف الكبير تعال. مرحبا 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 كبير من هذا يا هدى الكهربجي. وينه يا هدى؟ انا لا زول مستاجر سنة صناعة في امريكا. بسلم عليك سلم على رجل. السلام عليكم. مرحب. قلت ليش اسمه؟ يوسف الكبير. الكبير والباقي ده طلع في فاتورة والله شنو؟
الزول ده زول كهرباء دي؟ يا اسماعيل ما شغال زول، ما تكون قاعد عليه طرد الضرب. بعدين ده شنو ده؟ ده حسه بيشتغل كهرباء وذاته ده ان طقته كهرباء ما من الجزات ورقبته دي. افضل يا اخي الزول ده صناعي صناعي ما. صناعي اشتغل وين؟ اشتغل وين؟ في امريكا زول 15 سنه. 15 سنه كهرباء في امريكا؟ هاي وما طقتك الكهرباء الامريكيه؟ لا 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 هاي سبحان الله. كنت عامل حسابي؟ ها؟ كنت عامل حسابي؟ ها يعمل حسابي والله كهرباء تلم فيك اصفصك الساكت. اقول لك انا جاي وسطك انت ما بيجي من وراك شيء وما بيجي من وراك خير، حس اذا كهرباء يجيب انت يطلع كيف؟ يا زول الزول ده في الكهرباء ذي نجيب عزت عليه الايمان انا ورق دي بقى 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 الوضع دي كت ولا ما اظن مش ده؟ ها؟ الله اعلم. يا زول ناس الكهرباء ذاته بقول يوسف الكبير الكهربجي والموضوع انتهى. يا زول عليك الله كهرباء شنو يوسف شنو بيسوي له كهرباء؟ هسه ده شكل زول كهربجي بعد ايش اللي عنده بتاعت ميكانيكيه ده يا ما كان عندكم صاموله راخيه وكان عندكم شيء بظبطه صاموله؟ هاي الله يزعلك لقيت الكهرباء فيها صاموله دي كهرباء وين دي يا زول؟ لا هذا الزول ده شكله ما فاهم حاجه راح لا من اللي ما فاهم؟ راح هذا انا ما فاهم؟ الله حق الزول يشكون الاثنين بين النبله دي يوديكم ذاك هذه كارثه الله احنا نلحق يجيب له سلم الزول الطويل ده جاي هنا ما تجيب دور تشيل كمان منه السلم. تفضل يا حبيبي شوف لنا شفاف اصلا وين الشيء هذا ده مش كوبس؟ ها؟ ده كوبس؟ هاي كوبس؟ وده مفتاح مروحة؟ لا ده مفتاح السد العالي، هاي مفتاح مروحة يا ودي لوحة؟ هاي لوحة يا اخي انت كهربتك فاصلة وين هذول؟ خلنا الشلدة انت جابوك من وين هذول؟ كيف فاصلة وين يعني انت كهربتي علي يا مليوة؟ هاي اصير مالك تعال يا اخي تعال شوف النصيبة اللي جبتها علينا دي مالو في شنو؟ ده زولك جبته؟ هاي ده الكهربجي يا زول ده كهربجي؟ هاي شوف يا عبود لا لا زول انا ما عبود انا اسمي يوسف الكبير هذول يا اخي يوسف عبد الحفيظ على الله المهم انا ده طلع لك جواز يا اخي توريني في اسمك يا اخي زولك ده مو عارف جاك يسوي شنو بعدين انا يقول لي فاصلة وين؟ يا فضيل يا اخي ده افضل كهربجي في الولاية دي كد عليها الزول ده كهربجي ماهر ده هاي يا اخي ده بقول لك كهرباء فاصله وين انا كان عارفها فاصله هنا بصلحها براي انا وقيع عليك انا وقيع هسي انت افضل كان مشيت لك لدكتور بتشكيله مرضك ولا مو بتشكيله؟ بشكيله مرضي هذا الكهرباء يوري فاصله وين؟ وين هذا راح هذا الزول ده شكله ما فاهم حاجه راح انا ما فاهم؟ ارفع الزول ده في الكرسي راح هذا شحط الله الليله يكون رفعه لي اعلى فولتات اركب هاي اركب 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 اجي اخواني فضل ده هسه كان هني مشى وين؟ خلينا نشوف حاجة انا قلت لك جيب لي كهربجي ولا ميكانيكي ها؟ شش ابو باي زول ما تخلي زول يشتغل شغلته يا بس انا مسكته شش بعدين انت كهربجي ولا بتاع مواسير ده ولا بتاع طرمبات ده انا اخوك انت بعدين الزول ده شنو عملنا؟ ايش ايش ضبان احنا هذول ولا هنا؟ كهرباء تكون فاصلة هنا يا جماعة انا اخوك انت، انت هذول بقبيل رامس لك نظارة زي قعر الكوباية، ما عرفت الكهرباء فاصلة وين؟ انت الزول ده جبته من وين؟ ده لقيته وين جات؟ اهلا هي هي المحل اللي بتهبش فيه ده ما بيوصل الكهرباء رقبته يا زول، انت متأكد الزول ده كهربجي؟ أحسن كهربجي في الولاية الله أعلم عندهم قناية؟ عندهم قناية؟ انت تلقى القناية دارت حتة لنا نبق فضيل مخليني في الحار ديك واكورك ليكم وقاعدين هنا ده؟ ده هنا صلح لك كهربتك الفاصله دي يا زول اسمع افضل الكهرباء دي ما فيها لعب او عبت الشارك بعدين تعال نزعلك وين الكهرباء اللي قلت دار تجيبه؟ ما حدا وينه؟ ده وحاط الله قايلك ما يشوف على عيني زدين اسمع افضل دي الوالده؟ لا دي هنا دي المدام يا اخ ما اللي هنا جبران عليه احنا صغار خلاها تعمل لنا قهوه على بالنا انت انت زلك ده كهربجي والله متقريف ليه جبنا يا فضيل يا اخي القهوه دي بتظبط المزاج والكهرباء دي يعني الا زول مزاج بيكون صابت ابقي مارك اسوي القهوه زولا امرقي على بال ما تظبط لنا القهوه دي نعمل تيستا هاي نسمع كلامها ليش انزل لي رصيد تعال مليو ايه التيست المرقة مليو ويكر عيد الله يستر به اسمع افضل نعم حجر البطارية هذا ايش لا اعمل لي شنكل شنكل ليش هذا ما نجيب لك السلم لا لا ما يحتاج سلم يا سلام لا لا بظبطك هذه ما يحتاج سلم هاي اعمل حسابك بس ها وضع ليس جميل سجم خشمي ده شنو؟
انت مراجع ولا؟ القاف ضيل؟ انا فضيله مرتك. مرت مين؟ مرتك انت ده؟ ايوه والكوارك ديلك. هي ما وريتك. دي الناس بدور كهربتهم كانت فاصله وهسي جات. حسابي منو انا؟ شيل من الناس بدور. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة. فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. يا ضيل احكي لنا قصة من ريفنا